فصائل المقاومة هي اليوم تنتصر للمظلومين وتقتل الأمريكان الذين يقتلون مع الإسرائيلي الفلسطينيين، والذي يشهد العالم به، والذي لم يتحرك. أكبر كذبة هذه، لا عربي ولا من هو في بلد عربي لينتصر لفلسطين. غير صحيح، غير صحيح دكتور. إيران وفصائل المقاومة يا دكتور، دكتور هاشم، إيران وفصائل المقاومة العراقية وعدونا بالانتصار لأطفال فلسطين المسلمين، بينما إيران تقتل الأطفال المسلمين وسط أربيل. لا 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 لا، شنو لا لا لا؟ كذب. هذا كذب. لا كذب. تعرف ليش كذب؟ ليش؟ لأنك تذكر حالة واحدة وتعممها، بينما أنت لم تذكر للذي قتلتهم تركيا. كم أقول لك، القصف التركي مدان، القصف الأمريكي مدان. لا لا لا، أنت أتحداك الآن، أتحداك الآن. قل لي إنه القصف الإيراني مدان. خلي حكومة. أنا هسه أقول لك دكتور، أنا دا أقول لك القصف الأمريكي مدان. جيد. واعتداء على سيادة العراق. القصف التركي مدان واعتداء على سيادة العراق. بس اتحداك انت تقول لي انه القصف الايراني مدان واعتداء على سيادة العراق. سوي عليهم برامج محمد. محمد كم مرة استدعيته مستشار الامن القومي على القصف التركي؟ البارحة كان القصف التركي، اليوم قاسم العرجي من اجى لهذا المنزل اللي منطي عبارات حافظها ويلقي بيها. ليش ما راح للقصف اللي صار؟ شنو المطيع عباراته وحافظها ويلقيها؟ ليش ما شاف قواعد التركية؟ هذا قاسم العرجي، سيد بائرات التركية. دكتور هشام محمد. دكتور هاشم، هذا سيد قاسم العرجي، من اللي يحافظ عبارات؟ شلون هاي الجملة هاي؟ عزيزي العبارات كانت واضحة وبتردد. أنا أقول لماذا لم يزر السيد قاسم العرجي مواقع القصف التركي يوم أمس بذات الموقف بنفس اليوم والثلاثة وعشرين قصف بالطائرات؟ زين، عوف للسيد قاسم العرجي. سيد بعد محمد، خلاني أنا أقول أنت خلاني أكون اتفق محمد، خلاني أكون اتفق أمام الناس حبيبي. وعد والله العظيم. أنا أريد أسأل كمواطن عراقي، لا دكتور، وين مسؤولية حكومة أربيل، حكومة من التعامل مع ما تسميه اعتداء إيراني جاهل بالدستور؟ دكتور، لماذا لا تطرد المستشارين في صلاح الدين محمد؟ دكتور هاشم، خليني اتفق انا وياك محمد، خليني اتفق انا ووعدك. انت مو تريد، لا يوجد برلمان، جنابك مو تريد حلقات مسائل الحكومه العائليه. دكتور محمد، مو جنابك تريد محمد، مو جنابك تريد هذا السؤال على القصف، اكو عراقيين على القصف الامريكي والقصف التركي؟ لو لا مو صح تريد على القصف الامريكي وعلى القصف التركي على الاقليم؟ لو لا مو تريد هيك حلقات صح محمد؟ انت مو تريد هيك حلقات محمد؟ لا 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 لا، انا اريد شيء واحد. لا أريد حكومة إقليم كردستان، حكومة أربيل، حكومة إقليم كردستان حتى لا تعتبر ومسؤوليتها دكتور، وتطرد المستشارين الإيرانيين في صلاح الدين، وتغلق القنصلية في أربيل، وتغلق المنافذ الحدودية مع إيران. طيب، إذا كانت هي متأكدة بأن ما قصف هو منزل طيب سكني دكتور، وليس شيء آخر. هذا التساؤل والله مهم وراح أنقله للدكتور على الوجه، لكن أنا يعني كمواطن عراقي دكتور، حتى نوقف ويا حكومة أربيل. صح، حكومة إقليم كردستان هاي مرة عشرة عيدة عليك حتى لا تعتبر جاهل بالدستور بنظر المشاهد العراقي. لا، الآن ماكو برلمان أستاذ محمد، ماكو برلمان دكتور، ولهذا ما أقدر أقول عليها حكومة إقليم كردستان. الآن دكتور، ومواقف الأطراف الأخرى في السليمانية أتحداك لا تشابه ما يقوم به الأمر في حكومة أربيل. دكتور أتحداك أن تدين القصف الإيراني الإرهابي اللي تم من خلال استشهاد أطفال أبرياء على أرض. اسمع، أتحداك. اسمع محمد أتحداك محمد أتحداني ولا اسمعني هسه؟ لا تتحداني، راح أجاوبك عليك، بس اسمع بس إجازة. اسمع، كل قصف على المدنيين مرفوض ومدان وملعون، لكن القصف على الموساد يعني ما جاوب والله مرحب به، وشكرا لمن يقصف الموساد.